اتمنى ان هما يبقى احسن من كده، هنقابل مواجهات صعبه جايه كتيره. اتمنى لعيبه الزمالك تبقى موفقه، لعيبه الاهلي كذلك، في لعيبه سموحه برضو، لعيبه البنك الاهلي، في لعبة كتير كويس. كروش واثق، اكيد واثق فيهم كويس. كروش برضو بيختاروا من انديه مختلفه، دي حاجه كويسه تنفع المنتخب بعدين ان شاء الله قدها. احنا عندنا لعيبه رجاله واحنا واثقين فيهم، يعني هنقدر باذن الله نصعد المونديال، لان دي حاجه بالنسبه لنا سهله زي المونديال اللي فات، وهم رجاله وقدها يعني، واحنا واثقين فيهم باذن الله. والله احنا ان شاء الله نصعد كاس عالم باذن الله ونفرح الشعب كله. وصلاح صلاح ثم صلاح، نركز عليه يا جماعه عشان صلاح ده هو اللي هيصعدنا تاني زي ما عملها. كاس العرب؟ لا بعيده بعيده، في ظل وجود الجزائر وفي ظل وجود الفرق الثقيله اللي بنشوفها اليومين دول صعبه، بس يعني ما فيش حاجه صعبه على المنتخب وان شاء الله نعملها، يعني اي حاجه تفرحنا تبقى حلوه. احنا طبعا بنقول للناس كلها ان هي تركز المنتخب الفريق، لان احنا حابين ان احنا اصلا اي حاجه تفرحنا، محتاجين اي فرحه للمصريين بس، فان شاء الله خير يعني، وان شاء الله الفوز للمنتخب ان شاء الله. والله انا احب اقول لهم يعني عايزينكم تلعبوا برجوله وتسيبوا يعني المكسب ده على ربنا والتوفيق ده على ربنا، بس اهم حاجه انتوا تلعبوا برجوله وتكونوا قد المسؤوليه وتفرحوا شعب مصر كلهم، عشان الشعب المصري ده نفسه يفرح يعني.